من أخبارنا العالمية من الجارديان بعد هذا الفاصل. من الخبر من ويست هام، لا الخبر من جارديان، بيقول انه مانشستر سيتي يتربع على قمة البريمير ليج بثلاثية في ويست هام. حقق فريق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على ضيفه ويست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد في ختام الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز. وبهذا الفوز تربع مانشستر سيتي على صدارة ترتيب البريمير ليج بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط بالتساوي مع تشيلسي ومانشستر سيتي، إلا أن فارق الأهداف لصالحه، فيما يحتل ويست هام المركز 12 برصيد